بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي دي مسألة النيوز بيبر. النيوز بيبر عندي هنا بيقول لي ان هو بيشتري مجلات، مثلا المجلة الواحدة ب15، باي المجلة الواحدة ب15 وبيبيعها سيل ب25، يبقى هو بيكسب في كل مجلة 10. قال لي ان هو عنده تلات، بيشتري تلات انواع من المجلات. اول نوع بور، تاني نوع تيبيكال، وتالت نوع جود. مديلهم بروبيلتي، يعني احتمالية ان انا اشتري نوع بور 20%، واحتمالية ان انا اشتري نوع تيبيكال 50%، واحتمالية ان انا اشتري نوع جود 30%. دلوقتي انا بقسمهم بروبيلتي من 0 0 ل 99. 20% دي بقسمها من 0 0 ل 19 زي ما موجود عندي قدامي في البور، وال50% من 20 ل 69، والجود من 70 ل 99. تمام. هو بيبقى مديني الجدول ده، بس ما بيبقاش مديني الحقيقة اللي هو الترقيم اللي هو من 0 0 ل 19، والحاجات دي اللي هو من 92 ل 99. الحاجات دي ما بيبقاش مديها، الحاجات دي انا اللي بجيبها. عندنا في البور مديني قايل لي ان في نوع البور احتمالية 5 من 100 ان هو يشتري منها 40 واحدة، و2 من 10 يشتري 50 واحدة، و41 من 100 يشتري 60 واحدة، 26 من 100 يشتري 70 واحدة، و8 من 100 يشتري 80 واحدة. هتلاقي ان دول مجموعهم 100، فانا بقسمهم برضو من 0 0 ل 99. اول واحده اللي هي 5 من 100 بقسمها من 0 0 ل 04، تاني واحده ل2 من 10 بقسمها من 0 5 ل 24، تالت واحده اللي هي 41 بقسمها من 25 ل 65، وهكذا لغايه 99. وبرضو نفس الكلام بعمله في التيبيكال وبعمله في الجود. هو بيبقى مديني ال5 من 100، بيبقى مديني 2 من 10، بس مبيبقاش مديني المجال بتاعي اللي هو من 5 من 100 ل 24 من 100، انا اللي بكتبه سواء في البور او في التيبيكال او في الجود. بيبقى مديني الحاجات دي بس ما بيدينيش الحاجات دي، بيديني الجدول ده كله وبيقول لي اعمل 10 ايام، هات لي منهم الديلي بروفيت، يعني هو بيكسب في اليوم قد ايه، واكتر يوم كسب فيه واكتر اقل يوم كسب فيه. بس عندي هنا شرط ان هو ما ينفعش يشتري اكتر من 80 واحدة، يعني ما ينفعش يشتري اكتر من 80 واحدة. 80 هنا اي حاجة فوق 90 هقول له لا ما ينفعش، هو حولها ل 80 بس. مديني شوية راندوم نمبر بستخدمهم في ان انا اشوف البروبيلتي دي فين، وبعد كده ابتدي احل. اول يوم عندي باخد اول راندوم نمبر اللي هو 09، بروح اشوفه الاول هو بور، هو اشترى من نوع بور ولا تيبيكال ولا جود. دلوقتي هنا انا عندي نوعين من الاسئله. الاول هسال هو اشترى بور ولا تيبيكال ولا جود، وبعد كده بخش اسال جوه هو اشترى كام واحده بور ولا كام واحده تيبيكال ولا كام واحده جود. عندي هنا مرحلتين للاسئله. اول مرحله باخد لها اول راند نمبر بشوف بيطلع بور اللي هو 9 9، هو هنا قايل من 0 0 19، فالتسعة في البور. بعد كده اخد الراند نمبر التاني بشوف هو اشترى كام واحدة من البور، هشوف هنا بال65 هلاقيها هنا، هقول ان هو اشترى 60 واحدة من نوع بور، بقول ان هو اشترى 60 واحدة، هقول ان هو اشترى 60 في 25 ناقص 15، مش عارف ايه 80 دي، خمسة وعشرين ناقص 15 دول اللي هما هو باع ب25 واشترى ب15، في 60 واحدة جابهم، يبقى هو كسب قد ايه؟ 60 في 10 600، يبقى هو كسب 600 في أول يوم. اشترى 60 مجلة، باع كل مجلة ب25 وهو كان شاريها ب15، يبقى هو كسب كل مجلة 10، يبقى 60 في 10 ب600. تاني يوم هروح اخد ران نمبر 69، هروح اشوفه الاقيه في التيبكال، هقول له ان هو في التيبكال، اخد ران نمبر اللي بعده الاقيه 66، اشوف هو اشترى كام واحده. 66 هنا بشوف، يعني بشوف اول ران نمبر هو تيبكال ولا جود ولا بور، وتاني ران نمبر بخش جوه هنا ال 66 هلاقيها 80، اشترى 80 من نوع تيبكال، يبقى 80 في 25 ناقص 15 برضو، تمانين
80 25 على 15 ب 800، يبقى هو كسب 800. تالت يوم هشوف برضو تالت الران النمبر اللي بعده اللي هو 57، هروح اشوف هلاقيه تيبيكال، هاخد الران النمبر اللي بعده اشوف هو اشترى كام واحدة من تيبيكال، طلعوا 80 واحدة، هجيب البروفيت بتاعي. بعد كده في رابع راندوم نمبر، رابع يوم هجيب راندوم نمبر هيطلع 84، 84 هنا هلاقيه في الجود، هقول له ان هو جود، اخد الراندوم نمبر اللي بعد 84 هلاقيه 24، اطلع فوق عند 24 هلاقيها هنا، يبقى هو اشترى كام واحدة؟ 100. بس هنا قايل لي ان هو اخره يشتري 80 واحدة، فان هو ما ينفعش يشتري 100، انت اخرك 80، فاروح اشرح شاطب له على 100 دي واكتب له مكانها 80، بكتب في 100 في الامتحان وبشطب على 100 بخط كده خفيف في الامتحان وبكتب جنبها 80 وبحسب على 80، 80 في 25 اللي هو باعهم ناقص الفلوس اللي هو اشترى بيها، يبقى هو كده 80. قال لك ان هو 80 عشان اخره ان هو يشتري 80 في اليوم بس. وبمشي بفضل ماشي 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 لغاية ال10 ايام بتوعي، بشوف الديلي بروفيت اللي هو اللي انا بطلعه 800 800 800، اللي هو اليوم ده انا كسبت فيه قد ايه، 600. الماكس بروفيت اكتر يوم كسبت فيه، هروح اقول له ان هو اكيد هيبقى اللي هو 800، لان ما ينفعش اكسب ابيع اكتر من 80، ف80 في 10 ب 800، هجيب له عدد الايام اللي فيها 800. والمين بروفيت اللي هو اقل يوم مثلا كسب فيه زي يوم زي ده 50، تمام. بس هي دي مسألة النيوز بيبر. في مسألة بتاعت الاكسيدنت، مسألة الاكسيدنت زي مسألة النيوز بيبر، بس مسألة الأكسيدنت 3 شرايح أسئلة، مسألة النيوز بيبر كانت شريحتين بس. في الأكسيدنت هنا مديني برضو جدول قايل لي إن فلوس الأكسيدنت احتمال تتصلح العربية ب50 جنيه، 3 في 3 من 10، احتمال تصلح ب100 جنيه، 3 من 10، احتمال تتصلح ب150، 25%، احتمال تتصلح ب200، 15%. قال لي دلوقتي إن هو احتمال أصلا إن يحصل حادثة 30%، واحتمال ان هو يبقى احتمال ان هو ما يحصلش حادثة 70%. يبقى كده عندي تاني كده، ادي جدول اهو، وانا عملت جدول ان هو يحصل حادثة 30 ما يحصلش 70، وتالت جدول عندي عدد الحوادث، احتمال يحصل حادثتين 5%، واحتمال يحصل 3 حوادث 15، واحتمال يحصل 4 40، واحتمال يحصل 5 25، واحتمال يحصل 6 15. برجع بكتب له انا الحاجات دي، الحاجات دي اللي هو من 0 0 ل 29 دي متبقاش موجودة، أنا اللي بكتبها. 30% دي هقسمها من 0 0 ل 29، من 0 0 ل 29، من 30 ل 59، من 60 ل 84، وهكذا. برضو في تاني جدول ده المفروض بكتبهم له، هيبقى 30% دي من 0 0 ل 29، والباقي من 30 لغاية 99. ونفس الكلام في الجدول الأخير برضو، من 0 0 ل 4، ومن 5 ل 19، ومن 20 ل 59، ومن 60 ل 84، وهكذا. قال لي احسب 16 يوم، 16 يوم العربية فيها تطلع، شوف هيحصل حادثة ولا لأ، شوف هيحصل كام حادثة، شوف الحادثة هتتكلف كام، وقال لي شوف أقل فلوس ممكن تدفع لو حصل حادثة، ويوز الراندوم نمبر دول. يبقى هو عايز لما تخلص أقل يوم حصل فيه حادثة، ما ينفعش يعني انت لما تجيب له في ايام مش هيحصل فيها حوادث، هيبقى الماني بتاعه بصفر لان ما فاتش حاجه، لا هو عايز اليوم اقل يوم حصل فيه حادثه. مديني شويه راندوم نمبر اعوض بيهم برضو، وده بروبابيلتي ديستريبيوشن. قال لي ان هو احتمال انه يحصل اكسيدنت 30%، وعملها لي من 0 0 ل 29، واحتمال ما يحصلش 70%، فمن 30 ل 99. اول يوم هجيب اول راندوم نمبر ب 92، 92 دي الاول انا هرتب الجداول دي ازاي، الاول انا بيحصل حادثة ولا لا، بعد كده بشوف هيحصل كام حادثة، بعد كده بشوف الحادثة بكام، يعني هشوف في الجدول ده الاول، بعد كده هرجع اشوف في الجدول ده، بعد كده في الاخر اشوف في الجدول ده. اول راندوم نمبر عندي كانت 92، 92 هروح هنا هشوف هلاقيها من في هنا، فان هو مفيش حادثة هتحصل، يبقى اول يوم نو اكسيدنت. تاني يوم هروح اشوف الراندوم نمبر اللي بعده هلاقي 44 برضه نو اكسيدنت، تالت يوم 99 برضه نو اكسيدنت، رابع يوم 15،
15 دي في المجال ده من 0029، فهقول له ان رابع يوم في حصل حادثة او اكسيدنت. باخد الراندوم نمبر اللي بعده اللي هو 97. 97 ده قلنا هنشوف في كام حادثة حصل. 97 هنا في 6 حوادث حصلوا. الراندوم نمبر ما بستخدموش في الحادثة، انا بستخدمه في السؤال الواحد. يعني الراندوم نمبر ده هو بيكفي ان انا اسأل بيه سؤال واحد بس. هنا استخدمت راندوم نمبر واحد في اول يوم ان انا اسأل في حادثة ولا لا. طلع مفيش حادثة فخلاص مش محتاج ان انا راندوم نمبر تاني. انما رابع يوم عندي هنا خدت راندوم نمبر اسأل في حادثة ولا لا، بعد كده خدت راندوم نمبر تاني اسأل في كام حادثة، بعد كده طلع عندي 6 حوادث. هسأل بستة راندوم نمبر من اول 21 لحد 13، كل راندوم نمبر فيهم هسأل الحادثة دي بكام. هروح اشوف هلاقيها مثلا ب50 جنيه، 47 هلاقيها ب100 جنيه، 80 هلاقيها ب150، 28 هلاقيها ب100، 87 هلاقيها ب200، 13 هلاقيها ب50 جنيه. كل راندوم نمبر فيهم هروح اسأل بيه سؤال واحد بس في الجدول اللي عندي اللي هو بتاع تمن كل حادثة. اول حادثة هاخد لها راندوم نمبر اللي هي كانت من اول 21 لحد 13. هسأل بيهم عن 6 حوادث. بعد كده هاخد 33 في 5 يوم. يعني هنا عملنا رابع يوم اهو، قال لي فيرست انسر خدت الراند نمبر اللي هو 21، قال لي ان هي ب50 جنيه. بعد كده رحت تاني حادثة خدت الراند نمبر اللي بعده اللي هو 47، طلع ان هي ب100 جنيه. تالت حادثة خدت الراند نمبر اللي هو 80، طلع ان هي ب150، وهكذا لحد سادس حادثة. طلع عندي ان هو انا دفعت في اليوم ده 600 جنيه حوادث. ده اللي هو الديلي ماني بتاع الاكسيدنت، عشان في الاخر قال لي احسب اقل يوم عملت فيه حادثة هتدفع كام. هروح اخد اللي هو راند نمبر 33 احسب بيه 5 يوم، هيطلع ان مفيش حادثة. سادس يوم 42 مفيش حادثة، سابع يوم 48 مفيش حادثة، تامن يوم 27 في حادثة. هاخد الران نمبر اللي بعده اللي هو 64، هشوف في كام حادثة. طلع عندي 5 حوادث، ال 64 دي بطلع في آخر جدول number of accident، لقى 5 حوادث. هنزل تحت 5 حوادث، هاخد الران نمبر اللي بعده 5 random number للـ5 accident، اشوف كل اكسيدنت بكام. بعد كده هجمع كل التكلفة بتاع الاكسيدنت هيطلع معايا ب450 جنيه. 9 يوم مفيش حادثة، 10 يوم مفيش حادثة، 11 يوم في حادثة. عدد الحوادث 4، هاخد 4 random number في الاكسيدنت اهم، تكلفتهم هتطلع 650 جنيه. بعد كده يوم 12 77 مفيش حادثة. هقول ان اقل يوم الماكسيمم دي ده اكتر يوم 650، والمينيمم ماني اكيد هتبقى اللي هي ال 450 اللي كانت فوق. بس كده المسألة خلصت. الراندوم نمبر عندك لو خلص بتاخد راندوم نمبر جديد من تعيد من الاول. انا لو خلصت 7 لغاية خلصت ده كله بروح اعيد من الاول تاني، ده نادرا يعني لما بيحصل.